غريب، شو عم تعمل هي هون؟ اجت مشان تشوف الولاد المرضانين وتفرحهم شوي. يا الله، عن جد قديش في ناس فعلا قلبها طيب. يلا رايح اشتري لك شي لحتى تاكلي. دكتورة، لازم تجي على غرفة العناية بسرعة وفورا. أخي الأخ بالنسبة للبنت بهالدنيا هو الرجال اللي بيخوفها، بس ما بتخاف من شي لما بيكون جنبها ولو خجلت منه. بتخجل دائما من انه يعرف انه عندها حبيب، وحتى لما بيعرف بتخاف انه يروح لعنده ويضربه. بس لما بيعرف وبيحذر حبيبها من اي غلطة بحقها، احساسها بالحماية
بتعيشه بشكل حلو كتير، والاهتمام والحب الغريب اللي بتشوفه منه صعب تلاقيه عند حدا تاني. الأخ بيطلع بلحظة يأس ليقلها لأخته أنت منيحة؟ اللي بيعطي كل شي عنده وبيشاركها بكل شي وما بيكسرها مهما عصب وزعل، بيكسر حاله وبيتحمل تعبه. الأب الصغير اللي بيفهمك، الأخ سندك بهالدنيا، الأخ أب واقف جنبك، الأخ هو الأب بكل شي بحياتك، الأب الصغير، الأخ هو الأب التاني.